أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة صحفية جديدة بين منشئتات كبريات الصحف المحلية والدولية، ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب الصحفي جاسم الشمري. أهلا بك أستاذ. حياك الله، مرحبا، نهار سعيد إن شاء الله. ونبدأ هذه الجولة بالصحافة المحلية بعد الفاصل. على غلاف الكويتية فيما يتعلق بكل التعاقدات المالية التي تقوم بها الحكومة، الغانم دور مهم للجهات الرقابية خلال أزمة كورونا في تعزيز الشفافية. الإجراءات الاستثنائية لوزارات الدولة ومؤسساتها يحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة. التزام الجهات الرقابية في تطبيق قوانينها يحسب لها، وأثره كبير في بسط الرقابة الشعبية والبرلمانية. النهار تعنون هذا المنشط اعتبارا من أول رمضان، واستمرار تعطيل الوزارات حتى 28 من مايو واعتبارها أيام راحة، تمديد الحظر من 4 مساء وحتى 8 صباحا. الهاشل قروض ميسرة للمتضررين بفائدة لا تتجاوز 2.5%. نشر أسماء مخالفي الحجر المنزلي وحظر التجول في وسائل الإعلام والصحف والسوشيال ميديا. أستاذ جاسم، يعني تتفق معي أن هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد تتطلب من جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات التي تصدرها أجهزة الدولة. بالأمس مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات هي بالنهاية لمصلحة وصحة وسلامة المواطن والمقيم. بالتأكيد، نعم، هي من مصلحة يعني تطويق هذه الأزمة العالمية محلياً. الإجراءات الحكومية إجراءات كما قلنا من قبل هي إجراءات متدرجة تنحو باتجاه دراسة وقياس مستوى تطور الأزمة في الأيام والأسابيع الأخيرة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطويق هذه الأزمة. الآن وزير الصحة أعلن أنه قد نشهد موجة جديدة من الإصابات، من تزايد الإصابات بعد عودة رحلات المواطنين، نعم، من الخارج ومن دول يعني موبوءة، وبالتالي احتمال أن يكون هناك عدد من الإصابات، وبالتالي يتطلب هذه الإجراءات الجديدة. أيضا هناك يجب الإشارة إلى أن تعودنا نحن في رمضان تحديدا عادات رمضانية لدينا، الزوارة، الإفطار الجماعي في بيت العائلة، بيت الوالدة أو الوالد، وبالتالي الإجراء الجديد يقيد هذه الحركة، حركة الأهالي بين بعضهم البعض، أيضا يقيد حركة ما اعتدنا عليه من قبل، مسألة التنزه أو التريث قبل الإفطار. يعني ساعة قبل الإفطار كانت كثير من الأفراد، كثير من الأفراد يتريضون التمشي في المماشي المختلفة في مناطق الدولة، وبالتالي يريد الإجراء الجديد الحد من هذه التجمعات. نعم، وبالتالي أتصور أنها إجراء جيد يسهم في مسألة التباعد الاجتماعي الذي يحد كثيرا من انتشار الوباء. نعم، وبالنهاية هذه القرارات كما ذكرت سابقا هي بالتأكيد للمصلحة العامة. بالتأكيد للمصلحة العامة، نعم. ننتقل إلى صحيفة الجريدة. وزارة التربية الانتهاء من المنصة الإلكترونية بزمن قياسي. الحربي تفقد استديوهات تسجيل المواد التعليمية، تحت هذا العنوان تكتب الجريدة. تتسابق وزارة التربية والتعليم العالي الزمن لتدشين المنصة التعليمية الإلكترونية في مطلع يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة للطلبة في مواصلة تعليمهم عن بعد حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا. وفي هذا الإطار قام وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أمس بجولة تفقدية على الاستديوهات الخاصة بعملية تسجيل المواد التعليمية التي تنفذها الوزارة حاليا في ظل الحرص على الانتهاء منها خلال فترة زمنية قياسية ضمن هذه المرحلة الاستثنائية. وفي الوسط نقرأ هذا العنوان: الدفاع، هندسة المنشآت العسكرية تنجز المحاجر الصحية في زمن قياسي.
من عناوين الأنباء، مطار الكويت يستقبل أولى رحلات اليوم الثاني لإجلاء المواطنين من الخارج، وصول ثامن رحلات اليوم الثاني من الجسر الجوي قبل قليل قادمة من أبوظبي. مطار الكويت استقبل عددا من الرحلات في اليوم الثاني قادمة من دبي وأبوظبي والدمام والمنامة والدوحة. سلمان الحمود، المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين تبدأ الخميس وتشمل عمان، الدار البيضاء، نواكشوط، اسطنبول، فيينا، الإسكندرية، القاهرة، نيويورك، بروكسل، لندن، باريس، مانيلا، مانكوك، داكار، تونس ومالطا وبيروت وتبليسي وباكو وبومبي ودلهي وسراييفو وأمستردام. دكتور جاسم، يعني بالطبع هو عمل جبار تقوم به الحكومة للحفاظ على سلامة مواطنيها حتى وهم في الخارج، وهذا ما تجلى واضحا في رحلات الإجلاء التي كانت مستمرة في الأيام السابقة. كيف وجدت هذه الجهود، خاصة أنها كانت في تخطيط مسبق، نعم، في تنظيم، فكيف وجدتها؟ نعم، هي بالتأكيد كما وصفتيها هي جهود جبارة أظهرت الكويت وكأنها خلية نحل. يعني العمل مستمر لإجلاء المواطنين، أكثر من تقريبا 40 وجهة على مستوى دول العالم. الآن نتكلم عن أكثر من 40 رحلة في المرحلة الثالثة الثانية التي تبدأ الخميس المقبل للطيران الكويتية فقط، إضافة إلى عدد من طيارات التجاري الآخر. وبالتالي هي جهود جبارة حقيقة، يعني تجعل الكويت في مصاف الدول التي يشار إليها بالفعل بالكثير من التقدير والاحترام لإيمانها بسلامة مواطنينها، الحرص على تأمينهم، الحرص على عودتهم، وخاصة من الدول الموبوءة التي أصيبت بهذا الوباء بشكل كبير. هي جهود كما قلنا جهود جبارة تستحق يعني رفع العقال لها. نعم هي تستحق بالفعل ذلك، جهود جبارة حتى من ناحية التنظيم ومن ناحية التنظيم والتخطيط المسبق لهذه العملية. 40,000 في غضون 3-4 أيام جهد بالفعل أكثر من جبار. نعم. منشأة الصحافة مستمر معكم، ولكن بعد هذا الفصل سنتابع صحافتنا العربية والعالمية. نحن اليوم نستقبل بحمد الله وتوفيقه الطلائع الأولى لعودة مواطنينا المتواجدين في خارج البلاد والذين كانوا محل رعاية وعناية واهتمام الدولة في مختلف أماكن تواجدهم. بحسب صحيفة The Atlantic فإننا اليوم نواجه تفشي مرض عالمي لديه القدرة على تحفيز ما تسميه المؤرخة إيفا شلوثوبر جائحة العقل، مع تكاثر المعلومات الخاطئة والخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال بشكل روتيني وغير مبال. يجب على قادة العالم الآن أكثر من أي وقت مضى إلقاء الضوء على مسار مدروس إلى الأمام يعتمد على العلم والمنطق القائم على الأدلة في الواقع. لقد فعلوا الكثير، لكن زعيمة واحدة تذهب إلى أبعد من ذلك، هكذا أضافت الصحيفة موثوق بها من قبل شعبها. لتتنقل في المياه الهائجة لهذا التفشي، هي عالمة زعيمة أكثر من كونها رئيسة، إنها أنجيلا ميركل. يعني أستاذ جاسم، يعني ميركل والتميز حتى مع جائحة كورونا، فكيف نظرت إلى هذا الموضوع؟ تستحق كثير من التقدير سيدة أنجيلا ميركل، لأن ألمانيا تسجل الآن تقريبا يعني كدولة مستويات جيدة في التعامل مع جائحة كورونا. إيطاليا، فرنسا، أسبانيا
تقريبا تسجل عدد وفيات بما لا يقل عن 12 إلى 13% من حجم الإصابات المسجلة في هذه الدول. ألمانيا سجلت فقط 3% من حجم الوفيات من حجم الإصابات المسجلة، وبالتالي هناك فارق كبير في التعامل مع هذا الوباء. هنا يسجل للقيادة الألمانية عدة أمور، أبرزها الاهتمام قبل جائحة كورونا بالرعاية الصحية. نتكلم في الأرقام أن هناك 25,000 سرير في العناية المركزة بأجهزة تنفس اصطناعية في مقابل 7,000 في فرنسا، 4,000 في بريطانيا، وبالتالي هناك فارق كبير 3 أضعاف الموجود في ألمانيا عن ما هو موجود في فرنسا وبريطانيا. إذن ألمانيا تفوقت على كثير من الدول الأوروبية في تعاملها مع تفشي. نعم، حتى في مسألة المسوحات اليومية التي تؤخذ في ألمانيا. يتكلمون عن 200,000 مسحة يوميا، وبالتالي استطاعوا بفضل هذا الجهد الذي يقومون به من تحديد المصابين أو الذين هم عرضة للإصابة، وبالتالي التعامل مع المرض في أوقات مبكرة قبل أن يستفحل، وبالتالي الحد من مسألة الوفيات هناك. نعم، هو جهد حكومي حقيقي يستحق الإشادة. نعم. نعم. وداخل الولايات المتحدة يتجادل زعماء الأمة حول عمليات الإنقاذ، في حين أن المحافظين ابتعدوا عن عمليات الإغلاق يوم الاثنين مع تزايد عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد التي ارتفعت بما يقارب من 2,000 لتتجاوز 40,000. في واشنطن تعلق صحيفة USA Today بدأت صفقة قريبة لتوفير 300 مليار دولار إضافية للشركات الصغيرة التي سحقتها أوامر البقاء في المنازل. ستوفر الصفقة أيضا المزيد من التمويل للمستشفيات وللاختبارات. وول ستريت كان اهتمامها بالنفط. يراهن العديد من المتداولين على أن وباء الفيروس التاجي سيواصل مساره، وفي وقت لاحق من هذا العام سيزداد الطلب على النفط. وتشير إلى انخفاض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الذي سيتم تسليمه الشهر المقبل بنسبة 40% إلى 11 دولارا في تداولات يوم الاثنين، وهو أدنى سعر منذ عقدين. وإذا تم تسليم هذا البرميل إلى مشتر في نوفمبر فستكون قيمته مضاعفة 3 مرات تقريبا. أستاذ جاسم، يعني الآن سعر البرميل في وسط جائحة كورونا ينخفض بشكل حاد جدا. نعم، صحيح. رغم أن بعض الدول كان في حديث سابق عن تخفيض الإنتاج. نعم. كيف وجدت التعامل في انخفاض سعر البترول وأيضا تخفيض الإنتاج؟ نعم، في أمرين، يعني ارتفاع المخزون النفط الأمريكي، وبالتالي ارتفاع مسألة كلفة التخزين دفعت بالمضاربين في مسألة النفط إلى هبوط أسعاره، لأن مواقع التخزين تقريبا ملئت بشكل كامل. هناك أكثر أيضا، هناك في أعالي البحار نقلات النفط مخزنة بأكثر من 100 مليون برميل، وبالتالي يعني ما يحدد سعر النفط هو مسألة العرض والطلب. نعم. هناك فائض في العرض، خاصة خلال 20 يوم أو الشهر الماضي الذي انخفضت فيه أسعار النفط، وبالتالي أصبحت هناك شراء كميات كبيرة وتخزين، وبالتالي أصبح هناك فائض. الآن الأسعار قد تبدو أو قد تعود إلى حدود المعقول خلال الفترة المقبلة، ولكن يحد من ذلك أو من هذه التوقعات مسألة استمرار جائحة كورونا في التفشي، الإغلاقات المستمرة لمواقع الإنتاج العالمية، المصانع ووسائل النقل، هذا كلها تحد من مسألة العرض. أيضا مصافي التكرير انخفض الطلب فيها على النفط الخام، وبالتالي أيضا أسهم في مسألة انخفاض أسعار النفط. ربما من هنا إلى نهاية السنة ربما يعود سعر برميل النفط إلى حدود متوازنة قد تصل إلى 30 إلى 40 دولار،
إن عادت مواقع الإنتاج الاقتصادي إلى العمل على الأقل بطاقة 50% إلى 60% من طاقتها. إذن هذا ما يدعونا إلى القول أن في بعض الأحيان قد لا يكون للنفط قيمة خاصة، وهذا ما أوضحته كورونا. نعم. تحت عنوان الفيروس التاجي، التعلم من المثال الألماني، تقول لوموند أن تسوية البيانات المسجلة على جانبي نهر الرين تكشف عن الهوى بين ألمانيا وفرنسا. تسبب الفيروس التاجي في وفاة ما يقارب من 20,000 شخص في فرنسا مقابل 4,500 في ألمانيا، وهي دولة أكثر اكتظاظا بالسكان. وبينما كانت المستشارة أنجيلا ميركل تتصدى للأزمة الصحية من موقع قوة، عانى الرئيس ماكرون من إضعاف حركة السترات الصفراء، لكن أسلوب إدارة الزعيمين يمكن أن يفسر أيضا الاختلاف في الثقة وأسلوب كل منهما. التلغراف أثارت موضوع اندلاع الاحتجاجات ضد عمليات الإغلاق بسبب الفيروسات التاجية حول العالم وتمرد الناس على الإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء الفيروس. في الولايات المتحدة اندلعت جيوب الاحتجاجات في عواصم الولايات، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء الإغلاق، وقد شجع ذلك خطاب الرئيس الأمريكي حول أهمية إعادة فتح الأسواق. أستاذ جاسم، يعني شهدنا في بعض الدول ان هناك احتجاجات من مواطنيها على اجراءات الحجر. برايك هل هي اسباب اقتصاديه، كون ان البقاء في المنازل وعدم الذهاب الى العمل بالتاكيد سيؤثر على مستوى الفرد المعيشي؟ صحيح، هنا نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه تحديدا. المصالح الاقتصاديه في الولايات المتحده هي ما يحدد مسار الاتجاهات دائما. المصالح الاقتصادية، نحن الآن في سنة انتخابات الجمهوريين، الجمهوريين أو ترامب تحديدا يرى أن إغلاق الأنشطة الاقتصادية قد يسهم في بطالة كبيرة. الآن وصل عدد البطالة في أمريكا إلى أكثر من 22 مليون، وبالتالي هو يخشى أن تؤثر هذه على قرارات الناخب الأمريكي في مسألة إعادة انتخابه في نهاية السنة. وبالتالي لكن يفترض أن على الإدارة الأمريكية أو هذه الدول التي تحدث فيها الاحتجاجات أن تكون لديها خطة بديلة. الآن الحكومات مثلا فرضت الحجر، إذن ما هو الخطة البديلة لمساعدة الأفراد المحجورين؟ نتكلم عن قضية المساعدات الاجتماعية، ولكن النمط القائم في أمريكا أن نظام رأسمالي يعني حاد لا يعترف بكثير من يعني المساعدات الاجتماعية، أو أن تعمل وتتقاضى أجر ما تعمله. وبالتالي هذا النظام الرأسمالي المتطرف كما قد نسميه يسهم في مسألة جنوح الأفراد إلى رفض وقف الأنشطة الاقتصادية، لأن حياتهم المعيشية مرتبطة بتشغيل هذه الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي كما أسلفنا وجود مثلا 22 مليون عامل يعني فقدوا وظائفهم في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، قد يضغط على الإدارة الأمريكية باتجاه فتح هذه المصالح. وبالتالي خطاب ترامب كان ينحو بهذا الاتجاه. الآن الديمقراطيين يبدو عقلانيين أكثر من الجمهوريين في هذا الاتجاه، وهم يدفعون باتجاه وقف الأنشطة الاقتصادية، زيادة مسألة الحجر والعزل الاجتماعي. وبالتالي الديمقراطيين دائما ينحون باتجاه الديمقراطية الاجتماعية التي يعني تعلي من مسألة إعطاء المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية إلى الطبقات المتدنية والفقيرة. وبالتالي هي شيء من صراع انتخابي حاد. الآن المتشائمين يقولون أن ربما تصل الأمور هناك إلى حرب أهلية في الولايات المتحدة بسبب الخطاب المتطرف لترامب الذي دعا أنصاره إلى تحرير الولايات الديمقراطية. خطاب يعني خطير. يعني المتفائلين كثيرا يقولون بأن هذه الاضطرابات قد تستمر إن فاز ترامب برئاسة الثانية. وبالتالي
دائما السنوات تنحو باتجاه مستقبل ضبابي في الولايات المتحدة. نعم. ننتقل إلى مقال اليوم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. لقد حرصت على توجيه كلمتي إليكم اليوم لأشارك أهالي وذوي مواطنينا في الخارج الفرحة والسرور مع عودة أبنائهم إلى أحضان الوطن. فقد كنا طوال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة نعيش قلقا ولم يهدأ لنا بال، ونحن نتابع أوضاعهم. واتفقت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء على التسريع في عودة إخواننا وأبنائنا المتواجدين خارج البلاد، وحرصت كل الحرص على أن تكون عودتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. إلى مقال اليوم، حيث يرى كاتبه أوري فريدمان في مجلة The Atlantic أن رئيسة وزراء نيوزيلندا قد تكون أفضل زعيمة على وجه البسيطة، فنهجها في محاربة فيروس كورونا لم يؤدي لتعاطف شعبها معها فقط، ولكن وضعها على طريق النجاح ضد الفيروس أيضا. ويرى الكاتب أن فيروس كورونا كان امتحانا للقيادة السياسية بطريقة لم يشهدها العالم. فمن جهة تبنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العلم، وهو ما رفضه الرئيس البرازيلية جانير بولوسانرو. أما إنجازات الرئيس دونالد ترامب فتحولت إلى عروض تشبه السيرك. ولم يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي مؤتمرا صحفيا واحدا، رغم أنه يحبس أكثر من مليار شخص. وخلافا لهؤلاء، قررت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن المضي في طريقها الخاص، وهو قائم على التعاطف في الأزمة التي تجعل الناس يدافعون عن أنفسهم. كاريكاتير اليوم بعد الفاصل. أستاذ جاسم، كاريكاتير اليوم من صحيفة الأنباء. نعم، لا يمكن وصف الكويت هنا إلا أنها اليد الحانية لأبنائها بالفعل بفضل القيادة الرشيدة التي تقود البلد إلى حارة الأمان. نعم، عودة المواطنين الكويتيين في الخارج يعني يرفع لها العقال. نعم، كما قلنا. نعم، هي جهود واضحة بالفعل. نعم، تبذلها دولة الكويت. صحيح. في الحفاظ على سلامة أبنائها في الداخل وفي الخارج. نعم، صحيح. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. وأيضا الشكر موصول لكم لمتابعتكم للبرنامج. إلى اللقاء.